خليني بداية أبارك لمصر وللمصريين التأهل لأولمبياد باريس، واحد من أهم الأهداف اللي راح منتخبنا الأولمبي في رحلته للمغرب عشان يحققها. وقد كان من حوالي يمكن 10 أيام أسبوعين، يمكن قطاعات كبيرة يعني عدد كبير من الجمهور ما كانش يعرف أساسا أن في بطولة أمم أفريقيا للشباب، وما كانش في أساسا حد يعرف أن منتخبنا رايح المغرب عشان يبحث عن بطاقة تأهل لأولمبياد باريس 2024. امبارح مصر كلها ورغم خسارة اللقب كانت بتحتفل بمنتخب مصر الأولمبي. يمكن نكون خسرنا لقب لكن أكيد كسبنا منتخب، يمكن نكون خسرنا بطولة لكن أكيد كسبنا أبطال، أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معاني. وخد بالك انه في مباراة امبارح على وجه التحديد اتعرض لاعبتنا ومنتخبنا لظروف كتير جدا صعبة قوي على اي حد، لكنهم الحقيقة كانوا قد الظروف دي وفي اوقات كتيرة جدا كانوا اقوى منها. مباراة ظروفها وسيناريو احداثها حقيقة اثبت ان احنا جيل، عندنا جيل من لعيبة الكرة في مصر يعتمد عليهم وتراهن ويفتحوا نفسك بشكل كبير جدا انه ان شاء الله باذن الله يكونوا امل لمستقبل الكرة المصرية. مبروك الحقيقة المنتخب ككل، مبروك روجيرو ميكالي الحقيقة اللي أثبت أنه اختيار واحد لازم ندي كل حد حقه، اختيار في محله، اختيار مناسب جدا جدا. وقد أثبت الرجل الحقيقة أنه على مستوى المسؤولية، وأثبت أنه مدير فني كبير يقدر يقود المنتخب الوطني. ونأمل إن شاء الله أنه من هنا لغاية بداية الأولمبياد يتتاح لي كل الإمكانيات أنه يشتغل مع المنتخب عشان يحقق إنجاز يستحقه، ويحقق إنجاز بإذن الله منتخبنا قادر عليه في أولمبياد باريس 2024. مش بس كده، احنا كسبنا كمان نجوم كرة مصرية جديدة. صحيح في منهم اللي عارفينه كويس قوي وعارفين إمكانياته أو بنسمع عن إمكانياته، لكن يمكن ما نكونش شفناه قبل كده أو تابعناه قبل كده، وخصوصا طبعا بداية من الحارس العملاق حمزة علاء، أفضل حارس مرمى في البطولة، واحد من الحراس الحقيقة اللي قدموا أوراق اعتمادهم لجماهير النادي الاهلي بشكل عام والجمهور الكره في مصر بشكل خاص. كل اللعيبه الحقيقه كانوا نجوم، مش عايز اخص بالذكر اسم على حساب اخر، لكن في النهايه منتخب واعد جدا في كل المراكز الحقيقه، لاعبين على اعلى مستوى. منتخب مره ثانيه بعود واكد على كلمه انه كسب احترام الجميع، كسب ثقه الجميع، منتخب اثبت ذاته، اثبت وجوده، تاكد الحقيقه لينا بما لا يدع مجال للشك انه قادر على انه يشيل رايه الكره المصريه لسنوات قادمه. الاهم من ده، ودي نقطه مهمه جدا في اللي جاي، صحيح اولمبياد باريس قريبه، صحيح يمكن ما يكونش في فرصه في خلال الفتره دي، واتمنى على فكره انا يمكن عكس التيار اللي بيقول سيبوا اللعيبه دي تحترف، انا مش ضد فكره الاحتراف، وبالعكس شايف ان في كتير قوي من اللعيبه دي ممكن يكون عندها فرصه احتراف كبيره جدا، بس بشوف انه الاضواء اللي هتكون مسلطه عليهم في حدث رياضي زي الألعاب الأولمبية هتبقى أكتر بكتير جدا من بطولة أمم أفريقيا. يعني لو خدوا فرصة أكتر للتركيز واشتغلوا مع مستر روجيرو ميكالي بشكل أفضل وقدروا يطوروا من مستواهم، وخصوصا أن عندنا خلاص الموسم بينتهي، وبالتالي أعتقد أجندة روجيرو ميكالي ممكن تكون جيدة جدا من هنا لغاية لما أولمبياد باريس على مستوى الاحتكاك وعلى مستوى المعسكرات وعلى مستوى تطوير المستوى